تفقدت وزيرة الصحة هالة زايد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. كما تفقدت زايد 4 منشآت طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر. وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تسجيل 990,000 مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر حتى الآن، مضيفة أنه تم إجراء الفحص الطبي ل 170 أو الفحص الطبي الشامل ل 170,000 مواطن حتى الآن من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. هذا ووجهت وزيرة الصحة بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بالأقصر وأسوان بلقاح كورونا خلال الشهر الجاري. احنا نسقنا ويعني بتوجيهات من سيادة الرئيس ومتابعة، ولسه النهارده دولة رئيس مجلس الوزراء كان مكلمني علشان نبدأ تطعيم العاملين في القطاع السياحي كله والخدمات المكملة ليها زي البازارات وكل اللي شغالين في قطاع السياحي، فنادق ومراكب وكله، والمرشدين السياحيين. هنبدأ في الأقصر وأسوان يوم 15/8، مستهدفين إن احنا نغطي 100% من العاملين في القطاع السياحي بمنتصف شهر سبتمبر، علشان نعلن زي ما أعلننا في جنوب سيناء والبحر الأحمر تطعيم 100% من القطاع السياحي استعدادا للموسم السياحي إن شاء الله في موسم الشتاء.